تعتبر محافظة مطروح ثانية أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة بعد محافظة الوادي الجديد. عاصمتها مدينة مرسى مطروح، مساحتها كبيرة ولكن يمنع استغلال كثير منها وجود نحو 16 مليون لغم أرضي تركته دول أوروبية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. تقع محافظة مطروح في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية بطول 450 كيلومتراً حتى الحدود الليبية، وتمتد جنوباً في الصحراء بعمق 400 كيلومتر، وتبلغ مساحتها الكلية 166,563 كيلومتراً مربعاً. أما عدد السكان فيبلغ حوالي 4 ملايين نسمة يتوزعون على 8 مدن. مرسى مطروح هي عاصمة محافظة مطروح وميناء بحري متوسطي ومصيف يرتاده ملايين السياح لشهرة شواطئها ذات الرمال البيضاء الناعمة. وقد بنيت المدينة على خليج يحميه من هيجان البحر امتداد من الصخور. وإنشاء مكاتب لسياحة السفاري بمدينة العالمين ومطروح وسيوة، مشروع تصنيع التمور بواحة سيوة. تتوفر في المحافظة إمكانيات التنمية الزراعية وتتمثل في إمكانيات استغلال المياه الجوفية ومياه السيول والأمطار والعيون الطبيعية. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. مصر جميلة، وزي ما قلنا قبل ما نطلع للفاصل كلامنا في الفقرة دي عن السياحة وتنمية السياحة، بنتكلم على أسواق جديدة، بنتكلم على أماكن جديدة ممكن تكون مطروحة على الخريطة العالمية، وتفاصيل أكتر حول هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ مدحت متري متخصص في التنمية السياحية. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير أستاذ مدحت. يعني لما بنيجي نتكلم عن السياحه بيبقى في اسئله كتير خالص بتيجي في دماغنا، لكن احنا مش هنتكلم في الجنرال، هنتكلم هنتخصص شويه عشان مرسى مطروح من المدن الجميله، المحافظات الجميله جدا اللي مش محطوط عليها سبوت عالميا. صح. احنا وما بالك بقى يعني محليا، ده احنا عايزين نطلع عالميا بطريقه كبيره جدا. احنا عندنا ما شاء الله حاجات ومقومات للسياحه هناك حدث ولا حرج. حضرتك بقى اقدر مني تقول لي ايه اللي موجود في مرسى مطروح؟ بص، خلينا نتفق في الاول على حاجه واحده، ان لا تنميه بدون سياحه. طبعا التنمية في مجال السياحة هتساعد على حاجات كتير. هنقول ان هي هتعمل على اطالة موسم السياحي في مرسى مطروح من 2 أو 3 ل6 أشهر. لما بتكلم كلمة اطالة الموسم السياحي انا مش بتكلم على السياحة الداخلية، انا بتكلم على السياحة الخارجية اللي هي لسه ما خدتش نصيبها لغاية دلوقتي في مرسى مطروح. طبعا التنمية هتساعد على حاجات تانية كتير. زي ما احنا بنقول ان احنا النهاردة محتاجين العملة الصعبة، هي السياحة اول حاجة بتدخل عملة صعبة من اسهل ما يمكن، بتعمل العمالة المستديمة، ان في بتخلق فرص عمل مستديمة. صحيح. للناس كلها. النمرة الثلاثة ان هي بتعمل تنمية مجتمعية للمجتمع ككل. طبعا عشان نرجع نقول ان هي دي التنمية، التنمية لازم لها حاجات، ما نقدرش نقول هي دي تنميه وهنعملها بس. طبعا لا، في مقاومات، لابد في حاجات كتير مقاومات. لابد اول حاجه ان يبقى في تخطيط. التخطيط اللي هو يتحط خطه ازاي هننمي المنطقه بتاعت مرسى مطروح. لو رجعنا للتاريخ القديم احنا هنفاجئ بحاجه، ان منطقه الساحل الشمالي ومطروح، لان هي مطروح بتمتد من الحمام لغايه السلوم، لو اخذنا من الحمام لغايه مرسى مطروح هي كلها في الفتره اللي فاتت طلعت تحت مسمى حاجه واحده، مشروعات عقاريه تحت مسمى قرى سياحيه. صح. ما بقتش، وده اللي بنشوفه في الساحل واحنا ماشيين وانت ماشي، هي عباره عن بتشتغل حاجه لمده 2 أو 1.5 شهر للاسف تتقفل بقيه السنه. فما فيش اي حاجه للدوله فيها.
يعني هي الدولة مجرد ان هي موجودة لكن ما فيش اي استفادة للدولة فيها. النهاردة مشروع سياحي متكامل اللي هو الفنادق. كلمة فنادق بتشمل كل حاجة مع بعض. بتخش تحتها القرى السياحية كمان ولا لا؟ لا القرى السياحية ما هي احنا قلنا لو هي قرى سياحية اللي هي بنظام المشروع العقاري فهو بيتقفل وبيتعمل صحيح. احنا لو عملنا احصائية صغيرة كده عن مرسى مطروح هو كل اللي موجود في مرسى مطروح 24 فندق. هنقول 12 او 14 فندق في مرسى مطروح في 5 موجودين على الساحل كله اللي هو ممتد من الحمام لغاية مرسى مطروح وبعد كده في فنادق 7 فنادق تاني في سيوة. فطبعا مش هي دي اللي احنا بنقول عليها تنمية سياحية. اكيد طبعا التنمية السياحية هي عايزة دعم من الدولة. الدعم الوحيد اللي من الدولة هي ان تؤمن باهمية السياحة الخارجية للمنطقة دي. مش في تخطيط للحاجات دي؟ مين مسؤول ان هو يخطط في الحاجات دي؟ بص انا عايز اقول لك حاجه. مرسى مطروح لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول ان هو في تخطيط طبعا بس في حاجه او جهه واحده كانت موجوده وموجوده لغايه دلوقتي في مصر وهي جهه حكوميه ومش عايزين نقول احنا هنعمل زي اليونان او تركيا ولا احنا عايزين نقول تجربه زي شرم الشيخ. ما نعملش زي اليونان وتركيا ونبقى احسن منهم. لا لا احنا عندنا لا لا عندنا حاجات أصلاً. كمان عندنا حاجات كويسه جدا. شرم الشيخ، الغردقه، مرسى علم. مين اللي قام سهل حشيش مين اللي قام بالتخطيط لكل الكلام ده؟ هي هيئه التنميه السياحيه التابعه لوزاره السياحه اللي هي لغايه دلوقتي انا بقول ان هي ما وصلتش يمكن لمرسى مطروح. طب ليه يعني ما كانتش محطوطه ضمن التفكير في ان هي تبقى منطقه جذب سياحيه؟ هي بص حضرتك كل بلد في العالم او هنقول كل محافظه في مصر بتشتهر بحاجه. مرسى مطروح الحمد لله ربنا اداها المكان السياحي البكر بتاعها، الشواطئ بتاعتها، البحر بتاعها ده بيفوق اي حته في البحر المتوسط، التركواز الفظيع اللي مش موجود في اي حته في العالم. فاذا لازم التنميه دي بتشمل فنادق، بتشمل ملاعب جولف، بتشمل مطاعم، بتشمل مولات، لان هو الاجنبي هيجي او السائح مش هيجي هيقعد بس في الفندق. فلازم حاجات تانية مكمله. كل ده هي التنميه السياحيه اللي بتعمله. وهي شفنا تجربه بتاعت شرم الشيخ والغردقه، هي لابد ان تنقل التجربه دي او هي تبتدي تشرف وتبتدي تساعد وتبتدي تخطط للمنطقه دي. المنطقه دي النهارده قدامها 5-7 سنين تبقى توصل وهتفوق اي منطقه تانية موجوده. طب وليه هنشتغل 6 شهور بس؟ يعني وليه ما بقاش سنه كامله ونبعد عن النواه؟ لان انا بروح كتير رايح جاي، لو بعيد عن النواه انت بتلبس تيشرت في عز الشتاء يعني الشمس بتطلعها زي الفل. انت عارف ان في كان مبادره من بعض الافراد وبعض الشركات عملوا فنادق على مستوى عالمي سنة 2006. الفنادق دي بدأت تجيب شارتر إيطالي، امتد الموسم السياحي كان 6 أشهر، بعدها بسنة أو بسنتين دخل السائح السويسري امتد 8 أشهر. الكلام ده كان بدايته من 2007 2008 2009 2010. طبعا لما جت بعد الثورة بدأت ان انت مش قادر تعرض اكتر من كده لان المنتج اللي موجود قدامك هو محدود. 5-6 فنادق مقامين على مستوى عالمي زي الفنادق اللي موجودة في شرم الشيخ اللي بيقدروا يقدموا الخدمة، لكن بعد كده ما عندكش حاجة تاني لان هي كله انشئ على اساس مشروع عقاري تحت مسمى قرى سياحية. طيب ما ده ممكن يدخل ضمن منظومة بعد كده؟ يعني انا بشوف في اماكن كتيرة قوي الناس بتبقى عندها بيوتها بتستفيد بيها مثلا شهرين في السنة وبقية السنة بتبقى مأجراها، وده موجود في كتير جدا من دول العالم. ليه احنا ما يبقاش فيه تفكير ان ده ممكن يحصل حتى باللي موجود؟ يعني احنا عندنا بنية اساسية موجودة، عندنا فيلل موجودة في 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 مرسى مطروح وعلى الساحل الشمالي وقرى على اعلى مستوى. طب ما احنا هنقول حاجه ثانيه، احنا النهارده عندنا لسه 200 كيلو او 275 كيلو او 230 كيلو. ممكن يبقى في خلافات على الاراضي، يعني من ناحية انا عايز استفيد من اللي الدولة. موجود هي كلها اراضي الدوله بس في اراضي بتبقى وضع يد برضه لازم تتكلم عليها. كله حتى لو وضع يد يعني الناس ما بص اهل مرسى مطروح مش عايز اقول لك هم احسن ناس بيفكروا في كلمه سياحه لان هم ما فيش نشاط ولا صناعي ولا تجاري ولا زراعي، فهو عندهم السياحة وناس بتعرف كلمة سياحة. للأسف يعني دي الحاجة اللي تبسط مش للأسف، إن هم فاهمين كلمة سياحة وبيساعدوا ومقالهم إن هم يبتدوا يتحركوا في الاتجاه السياحي. بس النهاردة عشان أقول إن أبتدي أعمل التنمية السياحية ما هو في جزء إن نبتدي التنمية وفي جزء برضو إن إحنا لازم نعمله. إحنا نعمله عشان نقول تنمية سياحية لازم إحنا اللي هو مين؟ كحكومة ولا إحنا المواطنين المصريين؟ كدولة. كدولة النهاردة في مطار، النهاردة المطار لابد من تطويره عشان يقدر يستوعب الحركة السياحية. صحيح.
لازم اعمل طرق امنه للوصول لمرسى مطروح. ده في طريق جديد من الواحات لمرسى مطروح يعني لا ده لسه لغايه دلوقتي يعني هو احنا سمعنا عنه ان هو المفروض ان هو هيكمل وهينتهي في شهر 10 ان شاء الله. وطريق العالمين اتعمل جديد زي طريق العالمين لسه معمول فتح. لكن الجزء الباقي اللي هو ما بين العالمين لغايه مرسى مطروح لابد من تطويره يعني. صحيح. اتعمل ده من زمان من سنه يمكن 85 86 بس اعتقد هو محطوط في الخطه يعني موجود مفروض ان هو موجود في الخطه. ما هي دي التنميه ان احنا هنبتدي ويبتدي ان احنا نبتدي نحط النقط نبتدي نحط لان هي مش عمليه ان انا بس هاخد سكن. طب فين هتتعمل لما اقول مجتمع سياحي متكامل هو ملاعب جولف لازم نبتدي نعمل ملاعب جولف في الظهير اللي هي موجود في الناحيه الثانيه بعيد عن الساحل. صحيح. ممكن نبتدي نحط من ناحيه الصحراء بالزبط. هنبتدي نحط ملاعب حاصل يا فندم يعني انا احنا يعني بنروح الساحل الشمالي كتير ده حاصل بس شركات خاصه وفنادق خاص يعني زي ما حضرتك بتقول قرى سياحيه خاص يعني ناس بتتملك الوحدات ناس بتتملك لكن احنا النهارده لا لما بقول كلمه لوكاندا لوكاندا لما بتقام كامله هو النهارده لو دخلنا في الساحل زي ما حضرتك قلت لي كان ما في خمس فنادق على الساحل يمكن هو فندق او اثنين اللي هم موجودين على الساحل خمس نجوم اللي هو بالكامل مسمعين وشغالين الباقي كله غياء لان كان القرار لما صدر قلنا في فنادق مع القرى السياحيه القرار ده كان صدر زمان ان اي حد هيعمل مشروع عقاري بيعمل لوكاندا فكان بيجي يعمل لوكاندا 50 اوضه 60 اوضه 70 اوضه صغيره مش هي النهارده اللي هتقدر تاخد الحركه السياحيه الوافده. صحيح. النهارده في طلب كبير جدا على مرسى مطروح بس فين اللي هو هتقدري تستقبلي هذه الكميات كلها. صح. خصوصا ان في اماكن برضو انا اسف فين عندنا مقابر الالمان ما هي دي اللي هنطلع منها ان مرسى مطروح والطلاينه وعندنا متحف العالمين وكل الحاجات دي ممكن تشتغل هي مرسى مطروح زي ما قلنا من الاول ان هو ربنا حظها ان هي تشتغل في مجال السياحه ولا هي يعني صناعيه او تجاريه هي تشتغل في مجال السياحه ممكن توفر في مرسى مطروح سياحه العلاجيه ودي موجوده في منطقه سيوه وبيجي لها ناس كتير جدا في خلال الصيف اللي هو بيبقى الدفن بالرمال صحيح عندك سياحه السفاري الكبريتيه والعيون عندك سياحه السفاري في اللي هو الحاجات الفرعوني معبد امون اللي موجود في سيوه صح. في معبد رمسيس اللي موجود في مرسى مطروح فاذا هي بتشمل كذا نوع وكليوباترا فاذا في كذا نوع من السياحه ممكن يتواجد يعني مش نوع واحد من السياحه اللي هو السياحه الشاطئيه صح فاذا هي وبعدين زي ما حضرتك قلت هي ليها اكتر من مجال ان احنا تبقى موجوده فيها السياحه يعني المطلوب دلوقتي من الدوله ان هي تحط مرسى مطروح ضمن خريطه السياحه العالميه ويبقى فيها تنميه ويبقى فيها انشاء الفنادق مثلا بحيث أيوة. انه يبقى المستقبل ليها في المرحله القادمه هي المرحله الجايه لان احنا لو لاحظنا احنا كل فتره من الفترات بيتواجد مقصد جديد في مصر يعني احنا بدانا كانت الغردقه بعد الغردقه بفتره ب 10 سنين او طلعت شرم الشيخ بعديها بفتره تاني بدات تظهر منطقه مرسى علم صح بعديها بدا يظهر منطقه سهل حشيش فاذا هي بتظهر لان هو الزبون طبعا الاجنبي اللي هيجي مش هيفضل طول عمره يروح غردقه وشرم الشيخ وخرمال او شرم الشيخ خلاص جه مره 2 10 ريبيتر جيست بس بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج يعني في مصر مليانه يعني مليانه يلف فيها بس فاذا منطقه مرسى مطروح انا عايز اقولها لك من اللي انا شفته في يعني من الناس اللي هم كانوا 2006 2007 2008 لغايه دلوقتي برضو في نسبه من السياحه بس طبعا هنقول ان هي خفت ما بقتش طبعا زي الاول مع الاحداث الجاريه لا في طلب وبينبهروا بمرسى مطروح. طب ممكن اسالك سؤال؟ أمري. هو احنا مستنيين ايه؟ هو في ايه؟ ازاي يبقى عندي كل الامكانيات دي وافضل قاعد مستني وافكر اجيب موارد من ما انا عندي الموارد، ما ربنا مديني موارد قد كده في جميع لو لعبنا سياحه بس اعتقد ان احنا يعني في ظرف قليل جدا في ست شهور ممكن نلم مليارات الدولارات. بص حضرتك زي ما حضرتك قلت هي السياحه هي الحاجه الوحيده النهارده اللي بتبان اثرها ثاني يوم. صح. يعني ما بيبانش اثرها كمان شهر يمكن بيبان اثرها مع الدوله بعد سنه لما بتيجي تاخد الضرايب بتاعتها او لكن النهارده لو في اتواجدت السياحه هو تاني يوم الصبح السائح بيجي بيبتدي يركب ليموزين بيبتدي يركب تاكسي شغل بيبتدي يروح المعابد بيبتدي يصرف 6 مليون واحد شغالين في السياحه بيقبضوا وبيعيشوا بيبتدي الموردين يشتغلوا مع الفنادق بتبقى على طول هي الحركه هي انا بسمي دايما السياحه هي عباره عن تورتايه التورتايه دي في واحد منها بياخد جزء والتاني بياخد جزء مفيش حد ما بياخدش منها جزء 72 صناعه يعني بتشتغل ما فيش حد ما بيشتغلش عليها يمكن اقل حاجه هنقول اللي هو الراجل اللي بيعمل كاوتش العربيات العربيه شغاله عايزه هنقول نصلح الكاوتش او ننفخه بس بالاول ده بيستفيد بيها ده رزق فتح بيوت يعني عايز اقول لك حاجه انا بتواجد في مرسى مطروح بصفه مستديمه الناس كلها زعلانه الناس كلها حزينه لان هو ده الرزق بتاعهم النهارده اصبح
لما بيعتمد على السياحة الداخلية شهرين أو ثلاثة، طب بقية السنة بيعمل إيه؟ صح. بس أستاذ مدحت، يعني كل المتخصصين في السياحة بيقولوا إن السياحة مش بس بنية أساسية أو يعني فنادق وحسن استقبال للسياح، في حاجات تانية كتيرة جدا السياح عايزها وللأسف غير متوفرة. بمعنى سهولة التنقلات من مكان لمكان، الترانسبورتيشن العامة أو المواصلات العامة، ثقافة الشعب في حسن استقبال السائح. كتير مثلا من السياح بيرجعوا بيشتكوا من التحرش اللي بيحصل معاهم، مش تحرش جسدي، حتى تحرش لفظي، حتى الإلحاح ان انت عايز تبيع له حاجة، كل ده بيضايق السائح. يعني في حاجات صغيرة احنا كشعب لازم نبدأ ناخد بالنا منها. احنا مش احنا كشعب هنبتدي، احنا لازم نبتدي نعلمها من واحنا في المدرسة. صح، ليه؟ واحنا في الحضانه. دي مشكلتنا، التعليم من تحت، لازم نبتدي من هنا، نبتدي من تحت كل حاجه. احنا نطلع ان احنا دي ايه هي السياحه، ايه هو كلمه سياحه، ايه هي اهميتها للدخل القومي، ايه اهميتها للعماله، ايه اهميتها للناس كلها. فانت لازم تبتدي من اللي طالع صغير خالص ده، تفهمه كلمه سياحه، تفهمه ازاي كلمه سايح بالنسبه له دي حاجه مهمه جدا. لكن احنا بنوصل زي ما حضرتك او المدام بتقول ان هو دايما في الاحداث. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاحداث دي ما كانتش موجوده، احنا طول عمرنا بنشتغل في السياحه، وطول عمرنا والاقصر واسوان كان في يوم من الايام بيوقفوا ان هو من كتر ما بيبقى عندهم زباين بيعملوا ستوب سيلز وما بي والناس مليانه. ما كانش الظواهر دي كلها موجوده، لكن الظواهر دي يمكن هقول ظاهره للاسف في الفتره الاخيره بعد 2011، مش يعني بعد 2011. ما احنا لازم نقول ان صراحه مع نفسنا، لكن قبل كده بعدين انت حضرتك عايزه يعني هقول لك حاجه، احنا النهارده داخل قطاع الفنادق او داخل قطاع السياحه بنهتم بكل حاجه. يعني قطاع السياحه النهارده او كوزاره السياحه، مش عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده ما فيش حد بيركب حافله سياحيه او بيركب عربيه سياحيه، السواق نفسه ملوش حق يركب هذا الكلام الا لما بيكون راح عمل دوره تدريبيه في الغرفه بتاعه شركات السياحه وبيدوا له كارنيه. الكارنيه ده ان هو سواق سياحي بيعرف يعني ايه يتعامل مع الزبون، يعني اللي هو في مجال السياحه بيبتدي. احنا داخل الفنادق الدورات التدريبيه دي مستمره، لان لو ما كملناش دورات تدريبيه اول باول هيبتدي الفشل. التدريب 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 والتعليم. صح. احنا بالنسبه لنا كفنادق او سياحه او شركات سياحه كلهم بيعتمدوا على هذا الكلام. الناحيه الثانيه هي بتيجي عن الدوله، لازم النهارده المدارس تبتدي تعمل وعي، الاعلام يبتدي يدي وعي عن اهميه السياحه. صح. هو ازاي كيف التعامل، برنامج مش برنامج، يعني زي ما نقول اعلان 5 دقايق اهميه السياح ده ايه، وده كان ظهر في فتره من الفترات زمان. كان في 5 سياحه طبعا. كان في برنامج مدام جنيت فرج بتعملها 5 سياحه وبتدي. لا انا بقول لو هو برنامج لمده دقيقتين ازاي بيتعامل واحد سواق تاكسي، ازاي نعلمه ازاي يتعامل على كده. صح طبعا. يعني برضو كان في لحظه من فضلك ازاي بيعلموا الناس الحاجات دي. لا احنا عايزين نرجع الحاجات دي، لازم فعلا نرجع حاجاتك. صح صحيح. لازم نرجع نقول لهم ايه يا من السياحه، السياحه دي بترجع على الدوله كلها مش بترجع على صحيح. على فرد، على كل الناس، على كل الناس، يعني هي مش على حاجه واحده، هي على الخير هيعم على الكل. الخير هيعم على الكل، وبعدين على طول ما بيبانش اثره، مش يعني نقول النهارده لا، واحنا دلوقتي بنقول احنا في امس الحاجه للعمله الصعبه، فيعني لو احنا فعلا اهتمينا بالسياحه، وده احنا بتكلم شعب مش بتكلم دوله، احنا كشعب لازم يبقى عندنا ثقافه حسن الاستقبال، ان انت تسهل على السائح ان انت يبقى موجود في بلدك، تساعده ان هو يشوف الاماكن الحلوه اللي موجوده في بلدك. يمكن الجروبات السياحيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما عندهاش مشكله، دي بيجي لها تور ليدر وبيمشي معاها باصات، لكن في ناس بتحب تطلع مع نفسها كده سياحه كتير طبعا. يعني اسر تحب تروح ان هي تزور الاماكن من لوحدها، وهنا يعني هنا دي بقى ثقافه شعب. احنا عايزين نتغير كمصريين، عايزين نعرف انه السياحه اكل عيش لفئه كبيره جدا من الساده المواطنين المصريين. هي مش لفئه، هي لكل المجتمع. لكل المجتمع. يعني انا عايز اقول لحضرتك مفيش النهارده، الفندق ده عباره مدينه صغيره. هي عباره عن مدينه فيها كل ما يلزم موجود داخل الحياه. يعني هتلاقي قسم المطابخ كامل بيطلع كل الاكل، هو اللي بيصنع. صح. هو اللي بيعمل في الاستقبال، في كل حاجه موجوده جوه اللوكاندا. هي عباره عن مدينه صغيره داخل المدينه. فاذا هي دي اللي احنا بنقول اهميتها كده، اهميتها ان هو تاني يوم على طول الصبح زي ما قلت قبل كده ان هي بترجع على كل الناس. صحيح. مش على واحد. صحيح. طبعا
انا نفسي بقى كمان يبقى عندنا تنوع في الاوتيلات اللي موجوده في مصر. انا اسفه احنا لازم نختم يعني الخمس نجوم والاربع نجوم والثلاث نجوم والنجمتين والبونسيون يبقى على اعلى مستوى زي في اوروبا. ايوه مش هناخد فئه واحده خمس نجوم. هي التنوع ان التنوع اللي هو زي ما بيقولوا السوق السياحي صحيح، فلازم تخدم اكتر من قطاع. اكيد لازم نشتغل شويه على الماركتنج كمان، مهتمه جدا يعني مهم جدا ان احنا نشتغل على الماركتنج، ان في لما تحط صوره عجيبه على الفيسبوك كل الاجانب يخش يقول لك واو. والله انا نزلت صوره اسوان بقى نحط تخيلي بقى لو بحط بقيه الحاجات الجميله في الصين بدا يصمموا الاهرامات حاليا عندهم على اساس يعني لو ما كانش ده حاجه بالنسبه لهم فريده ما كانش هيسعى ان هو يعمل نموذج ليها والناس بتروح تزورها حاليا يعني كمان صح. مش احنا بنشكر حضرتك استاذ مدحت متري متخصص في التنميه السياحيه، شكرا لحضرتك يا فندم واهلا بيك معانا في مصر جدا. ميرسي اهلا شكرا. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل اللقاء.